اهو نازل ملعب ما شاء الله، اهو بيلبس تيشيرت 10 طبعا. في مباراه ما بين فريق رئاسي واخر تابع لبلديه لاباز. هو طبعا اللقاء ده كان عايز يسأل من خصمه المعارض. التلفزيونات المحليه طبعا صورت اللقطات اللي جمعت بين الفريق الرئاسي زي ما انا قلت الاشتراكي وفريق بلديه لاباز، واللي بيقوده حليف موراليس. ادي الضربه قدام حضراتكم، بص ده الريس. قدوش ده. وبعدين خلي بالك ركبته، هو لو وجعته هيعالجوا له ركبته في الملعب دلوقتي. شوف الجمال. هو طبعا راح للاخ المعارض ده واداله واحده محترمه اسمه جوستافو كارتاخينا، ده مدافع دانيال جوستافو كارتاخينا. وبعدين هيتعالج، هو اللي هيتعالج دلوقتي. احنا طبعا بنعيد اللقطه مره ثانيه، ده الفريق المعارض اللي هو الاصفر، وفريق الرئاسي اهو بصوا وسيمه جميل ما شاء الله عليه. والماتش ده خلص 4-4، اربع حالات طرد ما فيهمش طبعا موراليس اكيد، واربع بطاقات صفراء، و4-4. بص بص المنظر. في اجمل من كده؟ مفيش. لا ده انا عايز، هو بيتعالج فين؟ هو بيتعالج، مش موجوده اللقطه معانا هو بيتعالج؟ ها اتقطعت؟ ليه اتقطعت؟ حاول تجيبها لنا تاني، حاول تنقلوها بسرعه وانا بتكلم. لانه بعد ما اداله الركبه هات وريها اهو. بص بعد ما هو اللي اداله الركبه عشان ما ياخدش انذار طبعا، ولا مين يجرؤ يديله انذار، فقال لك ايه؟ اما انزل انا واتعالج. والراجل يا عيني بيتعالج، واخد بال حضراتكم.